السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة منتدى أم سيرين. معكم فاطمة الزهراء إخصائية التوليد والقبالة يونساج فام ماروكان. أهلا وسهلا بكل سيدة في قناتي من جميع الجنسيات العربيات اللي متواجدين ومشتركين في القناة واللي يلاه تعرفوا على قناتي أو يلاه شافوها. تنقل لكم مرحبا بكم ألف ألف مرحبا. تنتمنى انكم ديروا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس لانه جد مهم ديك الجرس باش دائما يوصلكم الفيديوهات ديالي المقبلة باذن الله. نتمنى انكم تكونوا تستفدوا معايا واللي مازال ما جاوبتهاش على شي سؤال ديالها تسمح لي بزاف الله يجزيكم بخير لما سمحوا لي، خاصة اللي تيسولوني شي اسئلة في ديك الفيديوهات اللي قدام بزاف وصعيب باش نوصل ديك التعليقات كاملين ونجاوبكم كاملين، نعتذر منكم مرة أخرى. وبالنسبة للمواضيع اللي هما تيتعاودوا دو طون زون طون أنا تنقرر أنني نعاودهم، خاصة اللي هما تنشوف الأسئلة ديالكم بزاف التعليقات، مثلا شي سؤال على حبوب منع الحمل أو على الوليدة الطبيعية، دائما تنركز على الأسئلة وتنحاول من خلالها ننطلق وندير لكم شي موضوع، لأن جاني واحد التعليق كي واحد الأخت هاد شي موضوع من هاد المواضيع المقبلة اللي تكلمت عليها قبل بغات تشوف الجديد. اليوم غادي نعطيك الجديد ان شاء الله، ولكن تنقول لكم بلي حتى داكشي اللي داز ومعاود راه مهم وبزاف، وكاين اللي ما تيعرفش مزيان في الانترنت يعرف يقلب في القناه. المهم دائما تنحاول مره نركز على المواضيع اللي مهمه في التوعيه باش توضح لكم الامور. طولت لكم في المقدمه سمحوا لي مره اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم بعض التفاصيل وغادي نشرح لكم ما هو الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية. الدورة الشهرية معروف باللي حتى هي عندها بعض الأعراض قبل ما تجينا العادة الشهرية، تيجيونا بعض العلامات أو بعض التنبيهات اللي تخبرونا، يعني تغيرات تطرأ في الجسم ديالنا تخبرونا على أن الدورة الشهرية غادي تكون من خلال يومين أو ثلاثة أيام على حسب كل وحدة. أولا قبل كل شيء تنأكد عليكم وتنقول لكم حاولوا دائما تسجلوا تاريخ العادة الشهرية خاصة المتزوجات. أهم حاجة في العلاقة الزوجية في الزواج في البرامج ديال الحمل هي الدورة الشهرية، هل هي منتظمة أو غير منتظمة، واش ديك العادة الشهرية كتلاحظوا باللي طبيعية جدا، واش بزاف ديال الأمور خاصكم تلاحظوها باش من خلالها عاد يمكننا نديرو برامج في حياتنا الزوجية اللي هي ما كاينش من غيرها من غير برامج الحمل. إذا هذوك الأعراض اللي كتبان علينا نفسها اللي تتبان علينا فاش كنكونوا حاملين، يعني السيدة ما كتبقى تشك واش هي حاملة، واش عندها تأخر الدورة، واش غادي تجيها هذيك الدورة الشهرية مع ديك الأعراض اللي بحال الحمل. إذا اليوم غادي نتكلم لكم على هذا الفرق اللي هو سهل جدا، خاصكم غير تخدموا عقلكم شي شويش وتنتبهوا باش تعرفوا الفرق بيناتهم. غادي نبدا لكم بأعراض الدورة الشهرية اللي هي معروفة جدا. تيجينا حريق الرأس، صداع في الرأس، تيجينا ألم وانتفاخ ديال الصدر ديالنا، كذلك ألم في الجوانب ديالنا في الجنب ديال اليمين وفي الجنب ديال اليسار ديال المبيض، يعني تنقولوا الوالده او القرون، حريق الوالده، حريق ديال القرون، كتقول لك انا عندي القرن ديال اليمين تيضرني بزاف، او الحريق ديال جنبي ديال اليسار تيضرني بزاف، يعني قربت تجيني. الجسم ديالنا تيكون سخون بزاف، ما تيكونش عندنا واحد المزاج، يعني هو هذاك ستابل، مره مقلقين مره فرحانين. وفي اغلب الاوقات فاش تتقرب تجي العاده الشهريه لمعظم النساء في العالم تيكون واحد التوتر واحد القلق، ما كتكونش عندنا لقانا لعده امور، يعني في ديك لا بيريود غير واحد يعطينا اتساع ويبعد منا. هاد الاعراض معروفه ديال العاده الشهريه، كذلك نزول بعض الافرازات كيعلم باللي راه هناك قدوم ديال شي حاجه غادي تكون ان شاء الله خلال ديك اليومين المقبله. هادشي كله تنلاحظوا او كنلاحظوا باللي ممكن يكون خروج الريح من الامام، حتى هذه مساله طبيعيه لان المسام ديال المهبل ديالنا كتفتح وبالتالي كتقوم باعطاء ديك العلامات باش نوجدوا راسنا ونهيئوا راسنا للعاده الشهريه. كذلك ومثال الحمل حتى هو عنده هاد الاعراض ولكن تيكون مرافق مع غياب الدوره الشهريه، وكاين بعض الاخوات بعض السيدات اللي تيكونوا حاملين ولكن تينزل عليهم واحد شويش ديال الدم. هذاك الدم هو فين كاين الفرق بينه وبين العاده الشهريه؟ العاده الشهريه معروفه باللي تيجونا افرازات
وكيهبط ديك الدم شويه بشويه، يعني الكميه ديالو كتزاد في اليوم الثاني والثالث والرابع على حسب السيكل ديال كل سيده وعلى حسب كل وحده وكيفاش. وبالنسبه للدم ديال الحمل تيكون واحد النزيف قليل، علاش؟ لان كيتم غرس البويضه في الرحم، وبالتالي ممكن يعطينا واحد الدم، لانه مرحله الحمل كتكون في مرحله مبكره، وكاين بعض السيدات اللي كتكون عندهم اباضه مبكره. ردوا البال من حساب الدوره الشهريه اللي عندهم لو سيكل قصير، كدير لهم مثلا 24 يوم دائما تيحملوا في اليوم الثامن او في اليوم التاسع من بعد الدوره الشهريه، يعني كنحسبوا النهار الاول اللي جاتنا فيه العاده الشهريه، مثلا نهار واحد وجوج وثلاثه واربعه، هاد نهار 4 ايام كتكون السيده قامت بالاغتسال من الدوره الشهريه، ممكن تحمل نهار الثامن او نهار التاسع، يعني هنا كتكون الاباضه مبكره لان السيده عندها لو سيكل ديالها قصير. يعني نردوا بالعلاج، قلت لكم دائما تنوطيو فوقاش تجيكم العاده الشهريه وتحسبوا واش هي منتظمه ولا لا، تعرفوا السيكل ديالكم مزيان. ما نبغيش شحنه تقول لي انا ما عارفاش هي عايشه هكذاك وصافي، ولا نتمنى انكم تبارطاجيو معايا واش تتراقبوا كتقيدوا وعارفين السيكل ديالكم واش منتظم او لا، لان الا كان السيكل غير منتظم غتكون عندكم صعوبه في الحمل، وبالتالي ممكن يكون عندنا تكيس المبيض الا كانت كتغيب عليك بزاف، عده امور اللي غادي نعرفوها انطلاقا من ديك تاريخ العاده الشهريه. اذا العلامه الاولى او النقطه ديال الاختلاف الاولى وهي كميه العاده الشهريه، اللي حامله غينزل عليها واحد الدم قليول، غير علامه واحد النزيف قليول، وما خاصش الكميه تكون كثيره او تزاد في اليوم الثاني والثالث والرابع. وإلا كانت عاده شهريه راه بطبيعه الحال غادي نلاحظوا الفرق الشاسع، حتى في اللون ديالها تيكون هناك اختلاف، وبحكم ان العاده الشهريه غادي تجينا واحد 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام حتى الاسبوع، يعني راها كتكاثر وكنلاحظوها، فهذه غتكون اكيد عاده شهريه. حتى لو كان عندنا تاخر ودرنا الاختبار البولي، في حاله التاخر دائما اول حاجه نفكر فيها هي ندير التست ديالي، سواء الاختبار البولي في البيت، ولكن ما كاينش ما احسن من الاختبار ديال الدم، نمشي لابوغاتوار وندير ديك التحليله ديال الدم نشوف ونتاكد. الى انا حامله اهلا وسهلا، الى ما كاينش حمل خاصني نتسنى شي شويه، وخاصني نعرف علاش تعطلات، هناك اضطراب هرموني، هناك عده امور. لكن الى كانت اول مره ما نخافوش، يكون اضطراب هرموني عنده علاقه بتطور المزاج، عنده علاقه بعده امور كطرا في جسم المراه، يعني ما كاين مناش نخاف. الى ان ديك العاده الشهريه دائما تتعطل عليا وعندي فيها مشاكل، لازم انني نتبع وندير السويفي ديالي عند الدكتور الخاص بالنساء والتوليد، ما كاينش شي واحد غادي يقدر يعرف الموضوع اكثر من الطبيب ديالك. بالنسبه كاين بعض الاخوات اللي عندهم مشكل ديال العاده الشهريه وتاخذوا بعض الادويه غير من راسهم او من شي صديقه او من الصيدليه، سيلفو بلي راه هادشي ما معاهش الضحك، راه ماشي الدواء اللي تناخد انا باش تقاد العاده الشهريه هو الدواء اللي خاصك تاخذ نتينا، خاص الطبيب اللي هو اللي يشوفك، طبيب هو اللي غادي يشخص الحاله ديالك وغادي يعطيك الدواء المناسب لغياب او تاخر الدوره الشهريه في حاله عدم وجود حمل. اذا الاختلاف تيكون من ناحيه ديال الكميه، من ناحيه ديال المده، من ناحيه ديال اللون، اللون ديال العاده الشهريه ماشي هو اللون ديال الحمل. كذلك ومثال النوع ديال الانقباضات، الانقباضات ديال الحمل تكون خفيفه جدا، تيكون عندنا واحد الالم من وقت لاخر ولكن خفيف، يعني الم اللي نقدروا نتحكموا فيه او نتحملوه. لكن بالنسبه للالم ديال العاده الشهريه اللي معروف 99% من النساء او من البنات بصفه عامه تيجيهم الالم شديد ديال العاده الشهريه. اذا كانوا هادو هما النقاط جد مهمه باش نعرفوا الفرق بين اللون ديال الدم ديال الحمل في حاله اذا كان عندنا حمل، وكذلك اللون ديال الدوره الشهريه بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا منتظرين شي حمل وتيجيهم الشك واش نزلت عليهم العاده او راهم حاملين وكاين واحد النزيف خفيف. تهلاو فراسكم بزاف ونشوفكم على خير باذن الله في موضوع جديد.